أهلا بكم مشاهدينا من جديد في الحدث الاقتصادي السوداني 24. قالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي إنها تعكف على وضع خطط للمشاركة في أسبوع السودان في إكسبو دبي 2020. وأوضحت وكيلة وزارة التعاون الدولي للاستثمار أحلام مدني أن وزارتها تسعى للمشاركة في أسبوع السودان عبر عروض إلكترونية عن فرص ومجالات الاستثمار بالسودان وملامح عن قانون الاستثمار الجديد والخارطة الاستثمارية القومية، بجانب طرح عدد من المشروعات في القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية. وأكدت أن مشاركة السودان في إكسبو دبي 2020 تتيح عقد شراكات استثمارية واستراتيجية مع عدد من الدول، مع منح حزم من الميزات التفضيلية للقطاعات ذات الأولوية. هناك العديد من الفعاليات ستشارك بها الوزارة. تتضمن هذه الفعاليات عروض إلكترونية عن فرص ومجالات الاستثمار في السودان، وأيضا ملامح عن قانون تشجيع الاستثمار الجديد، وملامح أيضا عن الخارطة الاستثمارية القومية، إضافة إلى طرح مشروعات في القطاعات المتعددة سواء كان القطاع الصناعي أو الزراعي أو الخدمي، والتركيز بيكون على مشروعات في القطاعات ذات الأولوية، مشروعات البنية التحتية والمشاريع الصناعة التحويلية. وأيضا هناك طرح لمشروعات خاصة بالمناطق الحرة. وجه الأمين العام لحكومة ولاية سنار عباس إدريس إدارات محلية شرق سنار، وجههم بالعمل على تطوير الإيرادات بالاستثمار وتفعيل القوانين المحلية. ووجه خلال لقائه بإدارات محلية شرق سنار والوحدات الإدارية بالمحلية السلطات التنفيذية بالعمل على ملء الوظائف الشاغرة في إدارات التعليم والصحة والشؤون الهندسية. وناقش الاجتماع تقارير الأداء خلال عام 2021 في كافة المجالات، كما كشفت المديرة التنفيذية لمحلية شرق سنار عن عدد من المشروعات تستهدف المجالات التنموية والاجتماعية. بدأ وفد من الخبراء والاستشاريين التابع لوزارة التنمية العمرانية والطرق والجسور زيارة إلى ولاية كسلة بغرض تسلم كبري كسلة الجديد من المقاول المنفذ شركة سيكو الصينية. وانخرط الوفد لدى وصوله في اجتماعات مكثفة مع الأمين العام لحكومة الولاية، وناقش عددا من المشروعات في مجالات البنية التحتية، خاصة إعادة تأهيل وصيانة الطرق الداخلية لمدينة كسلة وإدراجها ضمن موازنة العام المقبل. وأوضح المدير التنفيذي لصندوق أعمال الشرق أن الكوبري الواقع شمال كسلة، وأن الصندوق بصدد التنسيق مع الوفد الاتحادي بغرض الاستلام النهائي لهذا المشروع. وأشار إلى رؤية الصندوق بشأن ربط الكوبري بالطريق القومي، بالإضافة إلى تكملة مشروعات الصندوق بالولاية وتسليم أخرى متعلقة بكهرباء الأرياف وبعض الأحياء، علاوة على تسليم محطة كهرباء مشكوريب الحرارية، مؤكدا استعداد الصندوق لتقديم كافة الخدمات على مستوى الولايات الشرقية لخدمة مواطني المنطقة. أظهرت تقارير عن أداء مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية نموا في مؤشرات أداء المصرف خلال عام 2020 مقارنة بالعام الذي سبقه. وأجاز اجتماع هيئة الأمناء تقارير أداء المصرف، وأشاد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي رئيس هيئة الأمناء جبريل إبراهيم بأداء مصرف الادخار، ووصفه بالمنقذ للقطاعات الصغيرة. وأوضح أن المصرف حقق نجاحات كبيرة رغم صغر رأس ماله، كما أشار إلى أن موضوع التمويل الأصغر بالبلاد يحتاج إلى مؤتمر اقتصادي. ومن جانبه طالب رئيس مجلس إدارة المصرف عز الدين محمد أحمد بأهمية زيادة رأس مال المصرف حتى يتمكن من تنفيذ كافة مشروعاته في المجال الاجتماعي. كما أوضح أن المصرف وجه معظم موارده لتمويل مشروعات التمويل الأصغر، والتي استفاد منها أكثر من 114 ألف أسرة بمعدل أداء فاق 191% عما هو مخطط لنفس العام. أغلق مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية اليوم مستقرا عند 20362.98 نقطة. ومقارنة بتداول اليوم مع يوم الخميس الماضي، فقد انخفض حجم التداول من 76 مليون و 34 ألف و 315 إلى 33 مليون و 68 ألف و 654 جنيها. وانخفض عدد الأوراق المالية المتداولة من 28818 و 600 ورقتين إلى 93864 ورقة مالية. وكذلك انخفض عدد الصفقات المنفذة من 129 صفقة إلى
وسبعين صفقة، كما شهدت حركة الأسعار في قطاع الاستثمار والتنمية استقرار سعر سهم الشركة الوطنية لنظم التعليم المتقدم عند 58.8 جنيهات، وفي قطاع الشهادات الاستثمارية استقرار سعر ست إصدارات من جملة ست إصدارات من إصدارات شهامة المتداولة لهذا اليوم. شهد سعر الدولار اليوم استقرارا بالبنك المركزي، في حين سجل ارتفاعا في الموازي، وبلغ سعر الدولار لدى بنك السودان المركزي 436 جنيها و27 قرشا للشراء و439 جنيها و55 قرشا للبيع. وفي السوق الموازي ارتفع إلى مستوى 452 جنيها، واستقر سعر اليورو لدى بنك السودان المركزي عند نحو 494 جنيها و46 قرشا للشراء و498 جنيها و16 قرشا للبيع. واستقر أيضا سعر اليورو مقابل الجنيه السوداني لدى السوق الموازية غير الرسمية عند مستوى 505 جنيهات. بدأ بنك الإبداع للتمويل الأصغر ومنظمة أدرى السودان بالدمازين برنامجا تدريبيا استهدف تدريب وكلاء فروع البنك. وقالت مديرة إدارة الشراكات نهى محمد أحمد أن البرنامج التدريبي يأتي ضمن مشروع تعزيز الأسواق الزراعية وبرنامج الأمن الغذائي الممول من منظمة أدرى السودان الذي يستهدف صغار المزارعين، مشيرة إلى أن التدريب يسهم في تحقيق التواصل والتواصل بين الوكلاء والمستفيدين، وأن منهجية الوكلاء تجربة جديدة آملة أن تكلل بالنجاح حتى تعمم على بقية فروع البنك والبالغ 21 فرعا على مستوى السودان. وأشارت إلى أن التدريب يهدف إلى تمليك الوكلاء كافة السياسات والأساسيات المتعلقة بالتمويل الأصغر بجانب رؤية ورسالة البنك والخدمات التي يقدمها للمواطنين، بالإضافة لمهارات التحول الرقمي وكيفية الدخول في النظام الرقمي للبنك، لافتة إلى أن المرحلة الأولى تستهدف تدريب 20 متدربا من جملة 35. أجاز الاجتماع الدوري للوحدات الإدارية التنفيذية بمحلية الفاشر تقرير أداء المحلية في مجال تحصيل الإيرادات المالية للقطاعات المختلفة عن شهري أكتوبر ونوفمبر، والذي قدمه المدير المالي للمحلية آدم إدريس جدو. وقال جدو إن نسبة تحصيل الإيرادات المالية بالمحلية ارتفعت في شهر نوفمبر إلى 114%، وأشار إلى الجهود التي تقوم بها الوحدات الإدارية من أجل تحقيق الربط المقرر من الإيرادات في ميزانية المحلية من أجل تلبية احتياجات المواطنين في المجالات الخدمية والتنموية. وأبدى المشاركون في الاجتماع عددا من الملاحظات حول الصرف على بنود الميزانية مقارنة بالربط الشهري المصدق والتحصيل الفعلي ونسبة الأداء.